أهلا مشاهدينا في ساعة ثانية تدر هذه الجولة بتحليل أهم الأخبار الواردة عبر شبكة الشروق نت برفقة الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي أستاذ إمام محمد إمام أستاذ الإعلام في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. صباح الخير. صباح الخيرات عليكما وجمعة طيبة مباركة لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. أهلا وسهلا. أهلا بك. نبدأ مباشرة من الخبر الأول معنا، وفيه الاتحاد الأوروبي يستفسر عن موقف الحكومة من تسليم البشير للجنائية. استفسر وفد الاتحاد الأوروبي الزائر للخرطوم النائب العام السوداني عن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير والأحداث الأخيرة في فض الاعتصام والانتهاكات التي وقعت وما تم من إجراءات بالخصوص. وأكد النائب العام تيسير علي أن النيابة العامة تعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989. طيب أستاذ إمام، فيما يخص تقديم المعلومات الكافية بالنسبة منذ 89 إلى الآن حتى الأحداث فض الاعتصام وتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية، نتكلم أول حاجة نعلق على الخبر، وهل من واجب الحكومة الانتقالية الآن تسلم البشير أم بحكومة منتخبة؟ بدءا إن كان الهدف من هذا الاستسفار الاطلاع على مجريات الأحداث فيما يتعلق بالقضايا المطروحة أو المثارة مع الطرف السوداني فلا غبار في ذلك، ولكن إن كانت تأتي من باب الإملاءات فهذه فيها دخل ولا ينبغي أن يسمح بها. الأمر الثاني والمهم في هذه المسألة هي أن الاتحاد الأوروبي باعتباره من الأوائل الذين دعموا هذه الثورة ماديا ومعنويا يفترض أنه أحرص ما يكون أن يكون ملم بمجريات الأحداث ومعرفة المشهد السياسي السوداني معرفة دقيقة. فيما يتعلق بالاستفسارين الأولين المتعلق بالمحكمة الجنائية أو تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية، هذا أمر جد شائك لأن المسألة لم تستبين منذ تكوين الحكومة الانتقالية، إذ أن بعض أعضاء الحكومة الانتقالية مثل وزير العدل يتحدث في إمكانية التسليم والموافقة على قانون المحكمة الجنائية، بينما في الجانب الآخر في المجلس السيادي المكون العسكري بقيادة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤكد بما لدى مجال للشك أنهم في المرحلة الانتقالية لن يسلموا الرئيس البشير للمحكمة الجنائية، بل التأكيد لم يحصرها على الفترة الانتقالية لكن بالإطلاق والعموم أنهم لن يسلموا الفترة الانتقالية. وحسب ما تردد في بعض المصادر الصحفية في الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة أن وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر أيضا دخل في هذه الإشكالية المتعلقة بالتسليم وعدم التسليم، وأعلن أيضا في بعض هذه المصادر أنهم لن يسلموا الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية. إذن هنالك قدرا من الضبابية حول المسألة هذه لابد أن تحسم بأمر فاصل. لو تتذكران في أول مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي ابان الفريق أول ركن عمر تحدث عمر زين العابدين تحدث صراحة أنهم لن يسلموا الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية. إذن المكون العسكري في مجمعه ملتزم بهذا التوجه، توجه عدم التسليم. الاضطراب الحادث في المكون المدني سواء كان وزير العدل أو أي من الحكومة الانتقالية. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا هذا من باب الاستفسار والحصول على بعض المعلومات والإضاءات حول موقف الحكومة الانتقالية من فض الاعتصام.
من المؤكد أن هذا الاستفسار الإجابة عليه واضحة، أن هنالك جملة لجان كونت لهذا الغرض واختتمت بلجنة كونها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك فيما يتعلق بتكوين لجنة سماها لجنة مستقلة للتحقيق حول فض الاعتصام برئاسة الأخ المحامي الشهير أديب. فهذا إن دل إنما يدل هنالك اهتمام سواء كان من داخل السودان أو خارجه بالحصول على ما يفيد ماذا فاعل هذه الحكومة الانتقالية بهذا الملف الخطير المتعلق بفض الاعتصام في ليلة 29 من رمضان السابق. لمن تكون المسؤولية أو ما هي الآلية التي يجب أن تتعامل بها الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء الآن مع هذا الاستفسار من الاتحاد الأوروبي؟ وهذا الأمر برمته يعني لمن السلطة فيه كما تساءل حمزة؟ هل الآن الحكومة الانتقالية أم ننتظر من قضاء الفترة الانتقالية هذا الأجل المحدود بأيام وسنوات ومن ثم تأتي حكومة منتخبة ليأتي القرار؟ القرار المتعلق بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية هذا قرار لا تستطيع الحكومة الانتقالية لوحدها القيام به، لأن هذا الأمر كان ينبغي أن يكون هنالك توافقا ما بين المكونين المجلس السيادي ومجلس الوزراء. لكن المجلس السيادي في مكونه العسكري حزم أمره في هذا الأمر بأنه لا تسليم، بينما هنالك غبشا وضبابية فيما يتعلق بالمجلس مجلس الوزراء لا سيما وزارة العدل أو وزير العدل، فعليه من الضروري حسم هذا الأمر إن جاء أي استفسار تكون هنالك إجابة واضحة. أما الأمر الآخر المتعلق بفض الاعتصام فقد حسم بهذه اللجنة التي أدت قبل يومين القسم للقيام أو مباشرة مهامها في التحقيقات الجارية حول فض الاعتصام ومعرفة من الذي أصدر أوامر فض الاعتصام.